بيمر بضيقات وتجارب في حياته. نحن الناس منقسمين لثلاث فئات. الفئة الأولى هي الفئة التي مرت في الماضي بضيقات وتجارب ومحن عديدة وكبيرة ومتنوعة، واجتازت هذه المحن والضيقات وتعلمت منها الدروس الكثيرة. الفئة الثانية هي الناس التي تمر الآن في الوقت الحاضر بتجربة أو تحدي أو ضيقة عظيمة. الفئة الثالثة هي فئة الناس التي ستعاني وستواجه ضيقات في حياتها. إذن لا مفر، ولا بد أن يمر كل إنسان في ضيقة وتجربة ومحنة في حياته. لكن تماماً في مثل هذا الوقت، وقت المحن والتجارب والضيقات، يظهر إيمان المؤمن الحقيقي. في هذه السلسلة من المواعظ سنتعلم كيف نسلك السلوك الإيماني في عالم مليء بالتحديات والضيقات والتجارب التي تحارب إيماننا وعلاقتنا بالرب يسوع. سمينا هذه المواعظ أعمال الإيمان، فيها ندرس رسالة يعقوب. يعقوب يكتب لنا هذه الرسالة من خلال خبرته الشخصية الروحية العميقة كأخ للرب يسوع وأيضا كتلميذ ليسوع المسيح. يكتب لنا أيضاً من خلال خبرته الرعوية الطويلة كقائد لكنيسة أورشليم. نتعلم من خلال رسائل يعقوب دروس عملية كثيرة في حياتنا المسيحية. تابعونا ونحن نتعلم في كل موعظة درساً روحياً عملياً مهماً في حياتنا المسيحية. نقرأ اليوم من رسالة يعقوب الإصحاح الأول من العدد 19 لعدد 27. لذلك يا إخوتي الأحباء، على كل واحد منكم أن يكون مسرعا إلى الإصغاء، غير متسرعا في الكلام، بطيء الغضب، لأن الإنسان إذا غضب لا يعمل الصلاح الذي يريده الله. إذا تخلصوا من كل ما في حياتكم من نجاسة وشر متزايد، وليكن قبولكم لتلك الكلمة التي غرسها الله في قلوبكم قبولا وديعا، فهي القادرة أن تخلص نفوسكم. لا تكتفوا فقط بسماعها، بل اعملوا بها، وإلا كنتم تغشون أنفسكم. فالذي يسمع الكلمة ولا يعمل بها يكون كما ينظر إلى المرآة ليشاهد وجهه فيها، وبعد أن يرى نفسه يذهب فينسى صورته حالا. أما الذي ينظر بالتدقيق في القانون الكامل، قانون الحرية، ويواظب على ذلك، فيكون كمن يعمل بالكلمة لا كمن يسمعها وينساها. فإن الله يباركه كثيرا في كل ما يعمله. وإن ظن أحد إنه متدين ويخدم الله وهو لا يلجم لسانه،
فإنه يغش قلبه وديانته أي خدمته غير نافعة، فالديانة أو الخدمة الطاهرة النقية في نظر الله الآب تظهر في زيارة الأيتام والأرامل لإعانتهم في ضيقتهم وفي صيانة النفس من التلوث بفساد العالم. عنوان الموعظة اليوم: تسلح بالكلمة. نتعلم فيه كيف نتسلح بكلمة الله من خلال الدرس العملي الذي يقدمه لنا يعقوب في هذه الرسالة. نحن بهالفترة عم نتأمل في رسالة يعقوب. يعقوب بعد ما عم بيعلمنا عن خطورة التجربة وكيف يخطط إبليس لإسقاطنا فيها، عم ينتقل الآن لنقطة جديدة وعم بيعطينا تداريب ونصائح عملية عن كيفية حماية أنفسنا والتسلح ضد تجارب إبليس. في الموعظة الماضية حكينا عن كيف تتسلح بعطايا السماء وكيف نتسلح بعطايا الميلاد الجديد. اليوم بنتابع الحديث ونتعلم كيف بنتسلح بكلمة الله. يعقوب يعلمنا كيف نستقبل الكلمة ونعكسها على حياتنا. يعقوب عم يعطينا خطوات عملية كثيرة بهذا النص. رح نركز اليوم على 8 نقاط عملية للتسلح بالكلمة. يبدأ يعقوب ويقول: لذلك يا إخوتي الأحباء، على كل واحد منكم أن يكون أولا مسرعا إلى الإصغاء. هذا بالعدد 19 عم بيقول لنا مسرعا إلى الإصغاء. النقطة العملية الأولى هي استمع للكلمة. من المهم جدا جدا أنه نحن نتعلم الاستماع لكلمة الله، فهي سيف الروح الذي به نقاوم إبليس. فمن دون الاستماع الفعال لكلمة الله يبقى سلاحنا ضعيف، ونكون غير قادرين على كشف خطط وسلاح إبليس الذي يواجهنا به. أعطيك مثال توضيحي. كتب أحد الجنرالات الكبار في الجيش الأمريكي عن خبرته في تدريب الجنود على المدفعية في قاعدة فورت ستيل في أوكلاهوما. عم بيقول في العام 1958 للعام 1960 كان موقف الجنود واستعدادهم غير جدي. كانوا ينامون وأنا ألقي عليهم المحاضرة أو أدربهم على المدفعية. هذا الموقف اتغير تماما في العام 1965 للعام 1967. كان موقف الجنود اللي عم يتدربوا على المدفعية مختلف تماما جدا جدا. كان الجنود يهتمون اهتماما شديدا وينتبهون إلى كل كلمة يقولها الجنرال. وبعدين عم يتساءل ما هو الفرق بين مجموعة 1958 ل 1960 والمجموعة الثانية أو طلاب العام 1965 ل 1967. عم بيقول التالي: سنوات المجموعة الأولى لم نكن في زمن حرب، ما كنا في زمن حرب فما حدا كان يهتم، بينما سنوات المجموعة الثانية كنا في زمن حرب، كان زمن حرب الفيتنام، فكانوا يعلمون بأنهم بعد أسابيع فقط من التدريب سيواجهون العدو في فيتنام. هيك نحن أيها الأحباء، لما نحن نسمع الكلمة نحن في حرب روحية دائمة. والكتاب المقدس يعلمنا بأن إبليس عدونا هو كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. الطريقة الوحيدة التي نكشف فيها خداع إبليس وحياله
مو ننام مثل الجنود، بل نكون مهتمين نتعلم كيف نستخدم السلاح الذي يخيف إبليس ويكشف ألاعيبه. هذا السلاح هو الاستماع بدقة إلى كلمة الله والتعلم منها. إذن النقطة العملية الأولى هي استمع للكلمة. النقطة العملية الثانية هي لا تتسرع في الكلام، مو بس تكون أنت عم بطيء الاستماع أو تستمع، بل لا تكون كثير الكلام. لاحظ كمان بالنفس العدد عم بيقول لنا يعقوب 1:19 غير متسرع في الكلام. بيحكى عن سقراط الفيلسوف اليوناني المشهور بأنه في يوم من الأيام جاءه شاب يريد أن يتعلم منه فن الخطابة والحوار، وحالما بدأ الدرس بدأ هذا الشاب بالكلام من دون توقف. بدأ يعني ما خلى سقراط يعطي الدرس، بيحكي بيقاطع سقراط وحكى أكثر من سقراط. في نهاية الدرس سقراط قال له تعال بدي أحكي معك كلمتين. قال له أنت لازم تدفع لي ضعف المبلغ اللي عم بطلبه من أي طالب. فأجاب الشاب وقال له ليش؟ ما أنا كنت عم بشارك وعم بحكي وإلى آخره. قال له لأنه أنا رح أعلمك درسين بدل ما أعلمك درس واحد. الدرس الأول رح أعلمك كيف تمسك لسانك وتتعلم الإصغاء، والدرس الثاني سأعلمك كيف ومتى تستعمل لسانك وتتكلم. لاحظ الحكمة والدقة الشديدة اللي عم بيركز فيها يعقوب على كلمة الله وعلى عدم التسرع في الكلام. الكتاب المقدس أيها الأحباء في كثير من المواقف وكثير من الآيات يعلمنا على ضرورة الانصات وعلى ضرورة عدم التسرع في الكلام. بعض الأمثال أعطيكم أو بعض الآيات. سفر الأمثال الأصحاح 10 العدد 19 يقول في كثرة الكلام زلات لسان، في كثرة الكلام زلات لسان، ومن يضبط شفتيه فهو عاقل. أمثال 17:27-28 يقول ذو المعرفة يتروى في كلماته والعاقل ذو رباطة جأش، حتى الجاهل إن صمت يحسب حكيما وإن أطبق شفتيه يحسب عاقلا. لاحظ سفر الجامعة الأصحاح 5 العدد 2-3 يقول لا تتسرع في أقوال فمك ولا يتهور قلبك في نطق كلام لغو أمام الله. في ناس كثير بتحكي بس هيك كلام لغو بيبيع لك حكي. فالله في السماء وأنت على الأرض فلتكن كلماتك قليلة، فكما تراود الأحلام النائم في كثرة العناء كذلك أقوال الجهل تصدر من الإفراط في الكلام. شوف شو عم بيقول لنا هذا سليمان الحكيم، عم بيقول لنا اللي بيحكي كلام كتير وبيبيع كلام كتير يعتبر انه هذا انسان جاهل، هو لانه بتطلع كلمات كتير واخطاء كتير من الانسان اللي بيحكي كلمات كتيره وبيتسرع في الكلام. هذا الشيء نفس الشيء ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد نبهنا عليه في متى الاصحاح 12 العدد 36 العدد 37 يقول الرب يسوع على اني اقول لكم إن كل كلمة باطلة يتكلم بها الناس سوف يؤدون عنها الحساب في يوم الدينونة، فإنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. إذن كن مستمعا للكلمة، لا تتسرع في الكلام. النقطة العملية الثالثة التي يعلمناها إياها يعقوب هي كن بطيء الغضب. لاحظ بالعدد 19:20 يقول بطيء الغضب، لأن الإنسان إذا غضب لا يعمل الصلاح الذي يريده الله.
الكلمة اللي هون مترجمة باللغة العربية بمعنى الغضب، باللغة اليونانية بتاخد معنى أعمق بكتير من الغضب. الكلمة هون بتاخد معنى الشعور المستمر بالمرارة والكراهية وعدم المحبة. أعيد كمان، الشعور المستمر بالمرارة والكراهية وعدم المحبة. مهما كنت مستمعا للكلمة، مهما قرأت الكلمة، لكنك إذا لم تنقي نفسك من هذا الشعور المستمر بالمرارة والكراهية وعدم المحبة، فلن تستطيع أن تأخذ شيئا من كلمة الله. هناك عائق بينك وبين كلمة الله، مرارة، bitterness. الكتاب المقدس بينبهنا في أكثر من موضع كمان عن هذا الموضوع، عن الغضب والمرارة وعدم المحبة في قلب الإنسان وخطورتها على حياة الإنسان. أمثال سفر الأمثال الأصحاح 4 العدد 29: البطيء الغضب ذو فهم كثير. فهمان هو اللي ما بيغضب كثير، اللي ما بيحط في قلبه مرارة. أما السريع إلى السخط فيبدي حماقة، أحمق. أمثال أصحاح 16 عدد 32 كمان: البطيء الغضب خير من المحارب العاتي. قديش هو مهم هو الإنسان اللي بيقدر يسيطر وينقي نفسه، أكثر هو، أقوى هو من محارب عاتي. والضابط أهواء روحه خير من قاهر المدن. كمان أمثال 29 العدد 11: الجاهل يفجر غضبه، أما الحكيم فيكبحه بهدوء. كمان بنفس الإصحاح أمثال 29 العدد 22 يقول: الإنسان الغضوب يثير النزاع، بيعمل مشاكل كتير، والرجل السخوط كثير المعاصي. وأيضا نأتي إلى العهد الجديد، بولس الرسول بينبه كنيسة أفسوس وبيقول لهم، أفسوس الإصحاح 4 العدد 31 يقول: انزعوا عنكم كل حقد، نقمة، غضب، صخب وسباب وكل شر. لأنه إذا ما نزعت عنكم هالشعور، ما رح تقدرون تنمون في الكلمة، ما رح تقدرون تنمون في حياتكن في المسيح. وهنا أيضا نأتي إلى النقطة الرابعة التي لها صلة بالنقطة الثالثة، التي هي: نقي نفسك واغسلها. نقي نفسك واغسلها. العدد 21 يقول: تخلصوا من كل ما في حياتكم من نجاسة وشر متزايد. التعبير اللي عم يستخدمه يعقوب هون يا جماعة هو تعبير الإفرازات الشمعية التي تفرزها الإذن. الإذن لما تفرز إفرازات شمعية كتير وتتكدس هالإفرازات الشمعية في إذنك، صار يصير في صعوبة كبيرة لأنه تسمع. لذلك في ناس خصوصا الكبار بالعمر بيعملون إفرازات شمعية، بيضطر يروح عند الدكتور ويعمل له تريتمنت خاص، علاج خاص، حتى ينظف له إذنه لأنه ما عاد يسمع. فيعقوب عم بيقول هالنجاسة والشر والغضب وهالشعور هي مثل الإفرازات الشمعية اللي عم تتكدس في عقلك وقلبك وروحك، وعم تمنع الكلمة ما أنه تدخل وتعمل في داخلك. الخطيئة وعدم الإنصات للكلمة يفرز أو يصبح مثل الإفرازات الشمعية التي تفرزها الإذن، فتمنع الكلمة من الدخول من الإذن إلى القلب والذهن والروح. لذلك بيعلمنا يعقوب وبينبه تنبيه كتير مهم، أن نغسل آذاننا من الخطيئة، من الشعور بالكراهية والمرارة والنجاسة المتزايدة، لكي تتهيأ قلوبنا لسماع الكلمة. نفس التعبير حكى عنه الرب يسوع لما شبه الكلمة بالبذرة،
يقول خرج الزارع ليزرع، ونحن نعرف الرب يسوع بهالمثل حكى عن أربع أماكن سقطت فيها البذرة. يقول سقطت البذرة في الشوك، فنبت الشوك معه وخنق البذرة. هذا كمان يمثل نفس الشيء، الشعور، الشر، مشاغل العالم، هذا بيمثل هالأشياء اللي عم تخنق الكلمة في حياتنا. بعدين بذرة سقطت على الصخر، ما في عمق، ما في تربة، صخر، واحد قلبه متحجر، مملوء قلبه بالنجاسة والشر والغضب والكراهية والسلبية، ما بتدخل الكلمة في قلبه، مستحيل. النقطة الثانية كمان يقول على قارعة الطريق، إنسان مملوء بالكراهية والنقد والسلبية والنجاسة، واللي مثل ما قلنا شعور مستمر بالمرارة والكراهية وعدم المحبة، بيجي 200 سنة على الكنيسة بدون ما يقر ويعترف بهالأشياء ويطلب من الرب ينقيه، الكلمة تجي تدخل برات ذهنك، هيك بتشوفه عم قاعد هيك عم يتفرج عليك، ما يدخل ولا شيء في قلبه، يحتحكي له ساعتين يضحك عليك ويطلع هيك. إذا ما نقيت قلبك، لذلك بيركز عم بيقول كن بطيء الغضب، نقي نفسك من هالشعور المستمر بالمرارة والكراهية حتى تسمع كلمة الرب، حتى تدخل يصير قلبك مثل ما قال عنه الرب يسوع، الأرض الطيبة التي نزلت فيها الكلمة فأثمرت 30 و60 و100. نقي نفسك، تخلصوا من كل ما في حياتكم من نجاسة وشر متزايد. النقطة الخامسة عم يحكي لنا عنها يعقوب هون، عم بيقول استقبل الكلمة بشوق ولهفة. لاحظ بالعدد 21 يقول وليكن قبولكم لتلك الكلمة التي غرسها الله في قلوبكم قبولا وديعا، فهي القادرة أن تخلص نفوسكم. نحن لما نجي نستقبل كلمة لازم نكون بشوق ولهفة وعطش روحي حتى الكلمة تدخل وتعمل في حياتنا. المثل هو مثل صديق عزيز على قلبك ولم تراه منذ زمن بعيد. هذا الصديق العزيز على قلبك واللي بتشتهي بس تقعد معه ساعات وساعات تتناقش وتحكي على أيام الطفولة وشو صار بالعالم وتحكي له بكل صراحة ونقاء وصفاء وشفافية، وما شفت هذا الشخص من زمان، بيتصل معك بيقول لك جاي أنا أتعشى معك، بتشوف أنه قلبك أنت اشتاق لهذا الشخص. هيك نفس الشيء نحن، يعقوب عم بيقول لنا اقبلوا هالكلمة بتواضع وشوق، هذا هو اللي يصنع التغيير في حياتك. لما أنت تجي على الكنيسة وتسمع الكلمة وتتحد مع الكنيسة بالصلوات وتسمع الموعظة، لذلك بتشوف ناس الموعظة إذا كانت 5 دقائق بمل، لأنه ما أنه جاي بشوق، جاي كإنسان تقليدي بس جاي هيك يسمع القداس ويطلع يمشي، لكن ما في شوق. بينما لما الإنسان يكون في شوق بتشوف إذا الموعظة كانت ساعة بتشوفه قاعد عم يكتب نوت، عم ياخد، عم بيصلي، عم يلتحم مع الواعظ، هذا هو اللي يصنع التغيير في حياتنا، هذا هو اللي يخلي كلمة تنبت. مو جايين بس نسمع قداس ونمشي، نسمع أغنية. النقطة السادسة اللي عم بيحكي لنا عنها يعقوب، عم بيقول كن عاملا بالكلمة. العدد 22 لعدد 24 عم بيقول لنا لا تكتفوا بسماع الكلمة، ما انك جاي بس جاي تسمع غنوية وتمشي، بل اعملوا بها وإلا كنتم تغشون أنفسكم. عم تضحك على حالك أنت. فالذي يسمع الكلمة ولا يعمل بها يكون كمن ينظر إلى المرآة ليشاهد وجهه فيها، وبعد أن يرى نفسه يذهب فينسى صورته حالا. التعبير هو كان بهذيك الزمن المرآة، ما هي المرآة اللي عم نشوفها نحن هون بالقرن 21، مرآة صافية نقية، كانت عبارة عن لوح من الألمنيوم أو الحديد بيحطوه على الطاولة هيك،
فبيجي الواحد هيك بيشوف حاله وبعدين بيروح يترك. فعم بيقول في ناس كتير بتتعامل مع الكلمة بهالطريقة، بتجي هيك بتشوف حالة ايه منيح وتمشي. شو صار تغيير في حياتها؟ هل قبلت هالكلمة؟ هل غيرت الكلمة حياتها؟ ما كتير بيعنيها. هذا يعقوب عم بيقول هدول الناس عم يضحكون على حالا، عم بيغشون نفسا، وابليس عم بيغشن. بنفس المعنى الرب يسوع نبه على هذا الموضوع في الموعظة على الجبل لما قال في متى 7:21-27: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل، لاحظ، بل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات. في ذلك اليوم، يوم الدينونة، يوم اللي بدنا نوقف أمام عرش الرب، سيقولون لي كثيرين يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، باسمك طردنا الشياطين، باسمك عملنا معجزات كثيرة؟ لكني عندئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، ابتعدوا عني يا فاعلي الإثم. ما تغش نفسك، ما تضحك على نفسك، أوكي؟ ما تبيع كلام. في ناس كتير حافظة آيات كتير من الإنجيل وتقدر تناقشك وتبيع لك كلام، لكن بتشوف حياتها لا تمثل المسيحية بشيء. هون الرب يسوع عم بيقول بدي أدينكن، وهون يعقوب عم بيقول ما تضحك على نفسك. الكلمة إذا ما غيرت في حياتك أنت عم تضحك على نفسك. النقطة السابعة عم بيقول تأمل بالكلمة، العدد 25: أما الذي ينظر بالتدقيق، لاحظ الكلمة، لازم تكون دقيق في القانون الكامل، قانون الحرية. شو هو القانون الكامل؟ هو قانون الحرية، هو الكلمة. ويواظب على ذلك فيكون كمن يعمل بالكلمة لا كمن يسمعها وينساها، فإن الله يباركه كثيرا في كل ما يعمل. التأمل الدقيق، التشبيه هو تشبيه الاشترار. دائما على الرغم من يعني فكاهيته أو عدم حلاوته، هذا التشبيه، التشبيه هو اشترار البقرة التي تشتر. بتشوف أنه تركت البقرة بالمرعى ساعة ساعتين ثلاثة وهي عم تاكل، بس عم تاكل تاخد حشيش وتحط بتمها. بعدين بعد ما تاكل بتشوفها قاعدة وعم تحرك تمها، هذا اسمه اشترار. عم تطلع شيء أكلت وعم تشتره وعم تمضغه بشكل كويس حتى يدخل لجسمها ويصير عنده غذاء وتعطي حليب. هيك نفس الشيء نحن إذا بدنا نتعلم، مو بس نجي على الكنيسة أو نسمع موعظة أو نقرأ، لازم هالجرعة اللي عم ناخدها نحن يوم الأحد، هالجرعة اللي عم ناخدها بالتأمل اليومي تبعنا من كلمة الرب، لازم تكون تشتغل دائما في حياتنا، نجتر الكلمة حتى تتحول هالكلمة لغذاء وحتى نحن نقدر نعطي ثمر للناس. في فرق كبير، الفرق الثاني، في فرق كبير بين سائح يزور مدينة أو بلد أو مكتشف يزور هذا البلد. السائح لما بيروح بيزور زيارة عابرة هيك بس، يروح يتفرج على المدينة، ياخذ صور وبعدين الموضوع انتهى. لكن المكتشف الذي يكتشف بلد معين، هو يدرس البلد، هو يدرس طبائع الناس، جغرافية البلد، تطوره التاريخي، عادات وتقاليد هذا البلد. وسؤالي لنا والتحدي اللي عم يعطيه لنا الكلمة: من أنت حين تقرأ الكلمة؟ هل أنت سائح فقط هيك بتقرأ وتسمع وتمشي؟ أم أنت مستكشف تريد أن تستكشف، تكتشف كلمة الله، تريد أن تدخل هذه الكلمة في حياتك، تريد أن تقرأ هذه الكلمة بالتدقيق التي يخبرنا عنها يعقوب، هي القانون الكامل، قانون الحرية. تأمل بالكلمة. النقطة الأخيرة والثامنة عم بيقول لنا يعقوب:
ترجم الكلمة في حياتك اليومية. بالعدد 26 إلى 27 عم بيقول لنا وإن ظن أحد إنه متدين، الترجمة السريانية بتقول يخدم الرب بدل متدين، وهو لا يلجم لسانه فإنه يغش قلبه وديانته، أيضا الترجمة السريانية تقول خدمته غير نافعة، فالديانة أو الخدمة الطاهرة النقية في نظر الله الآب تظهر في زيارة الأيتام والأرامل لأعانتهم في ضيقهم، في صيانة النفس من التلوث بفساد العالم. أهلا وسهلا فيكم من جديد، بنرحب فيكم باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. هدفنا من هالمواعظ ما هو إنه نعطيك أفكار جامدة ونظريات عن الإيمان المسيحي، هدفنا هو إنه تختبر الحياة مع الله بالمسيح يسوع، هو أن تختبر محبة الله. الله قال في الإنجيل بحسب يوحنا إنه جاء ليكون لنا الحياة وليكون لنا أفضل، وقال أيضا هكذا أحبنا الله حتى بذل ابنه الحبيب لكي لا نهلك نحن بل لتكون لنا الحياة الأبدية. هذا هو هدفنا الأساسي، هو أن تختبر الحياة الفياضة مع الله وأن تختبر محبة الله التي أحبنا بها نحن البشر. إذا كنت في منطقة دالاس أو فورت وورث نرحب بك في كنيستنا الكنيسة الأنطاكية الرسولية. نحن نقيم القداس الإلهي في كل يوم أحد الساعة 9:30 صباحا، بالإضافة إلى القداس الإلهي نحن أيضا نوفر خدمة المدارس الأحد والتعليم المسيحي لجميع الأعمار باللغة الإنجليزية. نحن نؤمن بهذه الكنيسة بأن كل شخص بغض النظر عن انتمائه الطائفي هو بحاجة لعائلة روحية ينمو ويكبر فيها، فإذا كنت تبحث عن عائلة روحية تنمو فيها بكلمة الله الحية والفعالة، وكنت تبحث عن عائلة تتغذى فيها بشكل أسبوعي بالأسرار المقدسة، نرحب بك عضوا في كنيستنا. أهلا بكم باسم المسيح، ونرحب بكم في عائلتكم الروحية، ليبارككم الرب ويحفظكم جميعا. آمين.